في جواز سفرها أسوة بالرجل. ليش المرأة يكتب عليها أرملة أو مطلقة؟ يعني وخاصة إنه بنعرف إنه أحياناً هذه النظرة ممكن إنه يدروا لها نظرة سلبية في بعض الجهات. الرجل لا يكتب له مطلق أو أرمل يعني. ليش المرأة يكتب لها؟ حظر تقرير سفر المرأة أو الأطفال الداعين إلى بموافقة الزوج وحصرها باصدار أمر قضائي فقط. قانون الأحوال الشخصية لازم ننتظر فيه الولاية المشتركة على الأطفال والضوابط المشددة لحصر الاستثناء على سن الزواج. رفع مقدار سن الزواج كان من 15 للبنت 16 ارتفع 18 و19 للشاب. لكن الاستثناءات كثيرة. احنا لابد من يعني اوكي صار هذا لابد من المراقبة ولابد من وضع العقوبات. قرار حق المرأة في طلب التفريق هذا الخلع ضمان حق المرأة في الاستمرار بالإقامة في بيت الزوجية هذا برضه هاي النقطة ممكن ندخل على قانون المالكية والمستأجرين اشتغلت عليه كثرة إن المرأة المطلقة أو الأرملة بعد تطليقها أو وفاة زوجها عليها أن تخلي المأجور 3 سنوات ظلت أجاهد في مجلس الوزراء عملوا لي 5 سنوات قالوا لي برضه بتشتغلي مع النواب هلا في قانون المالكين والمستاجرين الجداد ممكن انها تضل قاعده وثابته في مكانها لانه احنا عندها مشكله كمان نرميها بالشارع بلكي بقيت المثل مثل بيتها وتدفع له فيعني انه المراه ليست فلها في قوانين يعني المراه في نوع من الخصوصيه شئنا ام ابينا وهي موجوده في كافه القوانين الاخرى لو واحد مش قانون الاحوال الشخصيه ولا قانون جوازة السفر في قانون العمل قانون التقاعد الى اخره قانون العقوبه هذا عليها مليون علامة استفهام، المادة التابعة من قانون العقوبات ما يسمى بجريمة الشرف. يعني طلب مني على مدى شهور البرلمان الأوروبي إني أذهب أحكي عن المادة 340 من قانون الشرف ما يسمى جريمة الشرف وعن المادة 308 من زواج المغتصب بالمغتصبة. ضليت أمدحوه وأجل وقالوا لي ندفع لك كل شيء وكل شيء فاهمه وأحسن الفنادق وأحسن أنا لا أملك الحجة، لا أملك المدافع لأنه يوجد هنا ثغرة ولا أريد أن أنشر غسيل الوسخ برا. موجود في صميم القانون، كيف بدي أروح أدافع عن قانون موجود؟ مثلا مادة 340 من قانون العقوبات ما اسمها جرم الشرف. للرجل الذي له عذر وحل الذي فاجأ زوجته أو أحد إحدى محارمه متلبسة بجريمة الزنا له انه يخرج يقتل ويعمل ويخرج هيك. في الماده الثانيه الرجل الذي فاجأ احدى زوجات اصوله او فروعه او اخواته له عذر مخفف اذا الحق الضرر فيهم، اذا فاجأهم في فراش غير لائق يعني مش متلبسين. ضل الشغل عليه انه لازم انه نشتغل نشتغل، كيف التعديل صار؟ قالوا بدنا بنعطله بدهمش يلوم بدناش احد محارمه لانه احد محارمه واسعه اما زوجته ويطلها معلش ضلت هاي الماده بعدين شافوا الست بتقول الغوا الغوا قالوا بلاش 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 لا ما بنلغيش لكن انه الست اذا فاجات زوجها ممكن انه تستفيد من العذر المحل اذا قتلته طب احنا بدنا نتحول لشعب قاتل ومقتول ما قالوا الماده من اصلها وبرضه لانها كونها ست انه لازم تكون هي لها شرط حتى تقتله او تلحق الاذى فيه انه لازم يكون في بيت الزوجيه اما هو تلاقيها في اي محل الجريمه الشرف جريمه الشرف الوحيده اللي ضبطوها متلبسه هي جريمه واحده طيلة هذا التاريخ فقط وللباقي شافها بتحكي مع واحد شافها بتبعت مسجات قتلها شافها في الجامعة هذا أربع شهور كان معها؟ ست أشهر شهور صعب أصلا يعني في حديث شريف يعني بيعقد هذه الأمور ما يعني صعبة يعني صعب إنك تثبت يعني الظروف طيب بجوز إنهم يلغوا المادة 340 لو المادة 340 وردوا على الست بينما هي المادة 340 اتس شاتل موفمنت رحلة مكوكية رايحة جاي بغيرولها كلمة من هون وبزيدوا كلمة من هناك المهم بدهم يردوا على الستة على المرأة في المطالبة في هذا المجال فرضا ردوا ولغوا المادة 340 شو بيطلع لهم المادة 397 هاي المادة اللي يحصل صاحبها على عذر مخفف وخرج بعد 6 أشهر
إذا ارتكب جريمة أثارت غضبه غير يعني شاف وضع غير لائق على كل الصعد بخرج بعد 6 أشهر بما فيها جرائم الشرف يعني راحت من هون ضلت هون. إذا بتصير في إلغاء لازم إلغاء للمادة 48 إلغاء 98 أو يقولوا إنه يضرب في ثورة الغضب ما عدا جريمة الشرف هون بدها شغل هذه الشغلة يعني إحنا فاهمين إيش اللي صاير وعارفين كل التفاصيل لكن لا نملك القدرة على التغيير. إحنا لا نريد إنه الشعب ينحل ولا نريد إنه الست تدور على حل شعبنا نحكيها بالعالم الفصيل لكن يا جماعة الخير لما تكون في صدام بقانون إنه يقدر يخرج بصير أي سبب إنه يقدر هو جريمة شرف وما أكثر ما حصل بتهجم ورث بنتهم قدروا جريمة شرف عشان ياخذ إرثها وخاصة إحنا عارفين إيش المادة والمال صار إنه هو مسيطر بطل ابن الناس وابن النادر عيله والتعليم الأخرى صارت المادة هي الأساس بغض النظر عن الأمور والمعطيات الأخرى فهو هنا في خطر على النصف الآخر من المجتمع. المادة 308 من قانون العقوبات شوفوا التناقض إذا عقد زواج صحيح بين الجهة المجني عليها في جرعة من الاغتصاب مين هو المغتصب عادة؟ الرجل هو المغتصب أنا بالله بعدين خلينا المهم يعني في جرائم الشرف يعني رجاء إنه بعد سجلها لأن تنساها المادة 308 إنه إذا اغتصب أنثى وحتى لو كان عمرها 12-13 سنة بيستنون يتزوجها وتزوجها تخف ملاحقتهم وترفع عنه العقوبة لو صار في طلاق بعد 3 سنوات في الجامعة ولا بعد 5 سنوات بعد إذا تم بموافقتها ولا يعني يا جماعة خليها رجلك ورش تحكي في معلومات ناقصة إحنا بدنا نسمع يعني طب إذا هاي مسألة حساسة إذا من الأخ وهلا لك تفضل إيش بعطي تفضل أحسن تحسبوني إني أنا بدي أطلع لا أنا تفضل عن جرائم الشرف يعني في هون في ذريعة في جرائم الشرف الواقع اللي بتحصل في إثبات جريمة الشرف الواقع اللي بتحصل في إثبات جريمة الشرف واقع كان عند الشرطة وعند القضاء يعني ما بيجي واحد بقتل واحدة بيقول والله جريمة الشرف طلعوا لا بتصيرها متلبسة وين توقع جريمة الشرف كثير من الحالات نعم كثير من الحالات مسكوها متلبسات بالأمن من المتلبسين في قضايا الشرف بتطلع منها لأنها ترى القضاء حقيقية اما ولكن الشرف انه والله انا قتلت وحده واطلع لقلت شو كسر هذا القانون اصلا مش موجود بالقانون لا كثير مهم عفوا مفهوم العوام ستي انه احنا بنحكي انه الغاء قانون الشرف طب شو يعني مقابل شو؟ هل مقابل انه احنا والله عشان نحد من الجريمه؟ لا ما نحدش بالجريمه